الشكر الكبير لكم جميعا لتلبية هذه الدعوة، وأشكر الدكتور طلال أبو غزالة وهو مستثمر في مجال تعليم العربية ومهتم بهذا المجال، والأستاذ الدكتور عبد السمادي سيحدثنا اليوم عن محور مهم، لماذا نعلم اللغات. والدكتور طلال سيتحدث عن مشروع جديد هو الطلاقة في اللغة العربية، والأستاذ الدكتور سمير السيتية تصورات مبتكرة في تعليم العربية وتعلمها. أستأذنكم بالجلوس في الأماكن. تفضل دكتور. مساء الخير، أنا سعيد بهذا اللقاء وأشكر الدكتورة بسمة على اهتمامها وترتيبها واستضافتها لنا. اللغة العربية مش محتاجة مني لا ثناء ولا تكريم، إنما أريد أن أتكلم على أربع مواضيع سريعة. الموضوع الأول، القمة العربية قبل 5 سنوات قررت أن تجعل اللغة العربية لغة إلزامية، ومن أهم القرارات التي اتخذتها القمة العربية كان قرار محو الأمية ومحو الأمية العربية واللغة العربية بالإضافة إلى الأمية الرقمية، وشكلت مجلس من جميع الحكومات، وكان لنا الشرف كطلال أبو غزالة العالمية أن نكون ممثلين على هذا المجلس بالإضافة إلى الجهات الحكومية العربية كمستشارين، واتخذ قرار بأن يكون هنالك مؤلف كتاب لتعليم اللغة العربية خالي من أي محتوى خاص، أي أن يصلح في الجزائر وفي السعودية وفي الصومال على سبيل المثال، أي أنه ليس فيه لهجة خاصة، ليس فيه أسماء خاصة، ليس فيه أي اعتبارات ما نسميها بيئية environmental، وهو لغة عربية صافية وبعيدة عن أي خصوصية. وعملنا على تأليف هذا الكتاب وأصدرناه. جاءت الحاجة بعد ذلك لكيفية تعليم، فأيضا وضعنا برامج لتعليم هذه اللغة وأيضا تعليمها رقميا أونلاين، يعني الآن نحن نستطيع أن ندرس هذه اللغة عبر الإنترنت وليس فقط في الصفوف، وأن يكون فيها امتحان. الامتحان كان مشكلة أساسية، كما نعرف جميعا هنالك دول كثيرة وجامعات كثيرة في كل العالم، في أمريكا وحدها في أكثر من 50 مؤسسة تعليمية بتعلم اللغة العربية، والصين فيها أكثر من ذلك، إنما كل مؤسسة تدرس شيء وتدرس كتاب مختلف، وليس هنالك فحص كفاءة. إحنا بنعرف إنه عندما يدرس الإنسان اللغة الإنجليزية وإذا كان يريد أن يلتحق بجامعة أو مدرسة أو كلية عالمية يجب أن يجتاز فحص اسمه فحص الطلاقة في اللغة الإنجليزية توفل، ليس هنالك توفل عربي. أيضا بناء على دعم وتوجيه من جامعة الدول العربية أنجزنا امتحان توفل، وهو امتحان فريد من نوعه يفحص أي مستوى وصل إليه الطالب، يعني ما بكفي نقول درس لغة عربية، بدرس لغة عربية ويكون لغته غير مقبولة المستوى، وواحد آخر يتكلم بطلاقة كما سمعنا من السيدة التي تكلمت من كوسوفو على ما أعتقد، أحسدها على طلاقتها في اللغة العربية، ويريتني بعرف أحكي بالكوسوف اللغة الكوسوفية في اللغة بالطلاقة نفسها. فالامتحان عندنا امتحانات مستوى مختلفة كلها موجودة وتفاصيلها عند زميلي مدير المشروع، وهو موجود هنا في حال لزوم استفسارات تفصيلية، محمد أبو زر. احنا الآن جاهزين لأن نطبق هذا البرنامج على مستوى العالم، وسنديره في كل دول العالم، في الصين، في أمريكا،
بكل محل كما يدار التوفل في كل العالم. هذا بيرفع قيمة لغتنا، مش كل واحد يقول بعرف أنا بعرف عربي وهو يخبط ويكسر في اللغة العربية. هذا الموضوع الأول الذي رح نرجع لدكتور طلال. دكتور، كثير من الموجودين حابين يسمعوا كلمة، وأنت شخص إيجابي دائماً متفائل، وإحنا بنحب نسمع كلمات تشجيعية من شخص بحجم حضرتك للعاملين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. هل أنت متفائل بهذا الموضوع؟ أنا درست في عندما وصلت إلى الجامعة الأمريكية للدراسة الجامعية أقصد، والتحقت بالجامعة الأمريكية أجروا لي فحصين فبسموهم فحص قبول باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، مكتوب على شهادتي تخرجي اللي بسموها ترانسكريبت أوف ريكورد، يعني العلامات الجامعية، أنني أعفيت من مادة اللغة العربية ومن مادة اللغة الإنجليزية لأن مستواي في اللغتين كان أعلى من مستوى الصف في لتعليم اللغة العربية واللغة الإنجليزية في صف الدراسات الجامعية الأول فريشمان. لم أدرس ولم ألتحق بصف اللغة العربية ولا الإنجليزية. لماذا؟ لأنني كنت لاجئاً مضطراً أن أعمل، وقضيت الكثير من وقتي في ترجمة الكتب، وكنت في مدرسة لا تعلم اللغة الإنجليزية. تخرجت من مدرسة اسمها المقاصد الإسلامية، لا تعلم اللغة الإنجليزية، ومع ذلك اشتغلت مترجماً للغة الإنجليزية بتعليمي الذاتي. أنا أريد أن أركز على أن التعلم الذاتي هو الأساس وهو الطريق الصحيح. ما في أستاذ بيقدر يدخل لك العلم والمعرفة بالمعنى، ولكن يهيئ لك البيئة للدراسة ويساعدك في بعضك. أنا أريد أن أقول باختصار في هذا الموضوع، أي إنسان فينا يستطيع أن يتعلم أي لغة إذا قرر ذلك، واللغة العربية ستزداد قيمتها وأهميتها في السنين القادمة. نحن في عصر الانحطاط العربي الذي مرت به كثير من الدول ومنها أوروبا. أوروبا قضت حوالي 50 سنة في عصور الانحطاط اللي كان اسمها Dark Ages، إلى أن جاءت النهضة الرينيسانس وانطلقت اللغات، ومنها اللغة الإنجليزية والأمريكية اللي هي الإنجليزية السيئة، انطلق الازدهار وانطلقت معه اللغة. أمريكا والدول العالمية تسوق لاقتصادها ولنجاحاتها في كل شيء من خلال اللغة. اللغة هي ما نسميه السلاح الصوفت الناعم، يعني عندما تدرس لغة إنجليزية بطبيعة الحال ستتجه إلى الأسواق الإنجليزية، إذا درست الفرنسية كذلك. فنحن في دراسة اللغة العربية وفي تسويقها نقوم بعمل وطني، وذلك من أحد برامجنا وإحنا المؤسسة الأولى في الدنيا التي تدرس اللغة الصينية، لأن سوق الصينية سوق هام ومستقبل هام وسيدعم اقتصاد. بما أني عم أتكلم بدي بس كلمتين صغار عن موضوعين سريعين. أنا قلق من موضوع الأرابيزي على الإنترنت. هذا الموضوع لا يحظى باهتمام كاف من أساتذتي، وكلكم أكبر مني علما. ما فيش شيء اسمه فرنسيزي ولا ألمانزيزي، فقط اللغة العربية أدخل عليها التعابير على الإنترنت التي هي ليست لغة عربية. فرودلو أصبحت كلمة عربية، يعني أدخلت علينا غصبا تعابير ليست لغة عربية، وأصبحنا نظن عمل له مست يعني
سلمت منك مصر. أنا أرى أننا بحاجة إلى فريق عمل يقود أساتذة من أساتذتنا في اللغة العربية لمحاربة هذه الآفة التي عم تأكل لغتنا العربية تدريجياً. وأقول تأكلها لأن اللغة العربية على الإنترنت هي الأهم من اللغة العربية المكتوبة في الصحف وبالكتب، لأن الطفل أطفالنا في المستقبل مش رح يقروا جريدة ولا رح يقروا كتاب، هيقروا على الإنترنت. فإذا نحن لم نقاوم هذا المرض ستصاب لغتنا العربية بمرض عضال، وهذا موضوع يحتاج إلى قيادة علمية عربية. الموضوع الثالث والأخير، أنا آسف عم اضطر لأني عندي زوجتي في أجرت عملية جراحية الآن وهي في المستشفى، عملية فيما يخص ظهرها في الديسك، ومطلوب التوجه إلى المستشفى ظرف خاص بدي تسامحوني على الوقت إلنا برغم الظرف الصعب. شكرا لك دكتور، بس أخلص آخر نقطة وهي إذا أخذنا إحنا هذا موضوع تولينا من حوالي 15 سنة، لاحظنا أن المحتوى العربي على الإنترنت قليل وسيء ومؤذي. يعني افتح على الإنترنت جيروزاليم بيطلع لك عاصمة إسرائيل، حاولي بكل الطرق أنك تقولي عاصمة فلسطين، ما في فائدة. حتى اسمي أنا طلال أبو غزالي على الإنترنت في الويكيبيديا حطوا طلال أبو غزالي ولد في تل أبيب إسرائيل. أنا لم أولد في تل أبيب ولا في إسرائيل، أنا ولد في يافا فلسطين، وأخذتني 5 سنين معركة قانونية لتغيير مكان ميلادي. وأكثر شيء استطعت أن أحققه هو أن يقال طلال أبو غزالي ولد في يافا فقط وليس في يافا فلسطين، لأن كلمة فلسطين غير موجودة على الويكيبيديا. فإذا نحن قررنا أن نصنع ويكيبيديا عربية بمحتوى عربي كامل ومدقق وصحيح وغير مؤذي ولا يمس لا بالأديان ولا بالأشخاص ولا بالكرامات. يعني ويكيبيديا مدققة، بينما الويكيبيديا اللي انت عارفوها فيها حوالي 600,000 ارتكل، يمكن صاروا 700، انما 700,000. انا اكثر من نصفها يجب ان يرمى في الزبال، لانه هو اما شتيمة لشخص او كلام غير صحيح او كلام غير مفيد. بينما في داجيبيديا اللي هي ويكيبيديا العربية، المحتوى العربي منقح ومدقق وصحيح ومفيد. واستطعنا أن نحصر حتى الآن بالمقارنة مع 600,000 غير مدققة، والقسم المفيد منها لا يزيد عن 300,000 أرتكل، استطعنا أن ننتج الآن 1,000,000 أرتكل باللغة العربية، وهي تغطي كل المجالات من الأدب، من العلم، من السياسة، من المحاسبة، من تقنية المعلومات، من كل شيء. يعني هي محيط معرفي كامل ومدقق وصحيح ومشرف لحضارتنا ولتاريخنا ولمستقبلنا. فإذا نحن ماشيين بالاتجاه الصحيح، وما في خوف على هذه الأمة العظيمة بوجود هذه القيادات التي تعمل أساتذتي وجناب الحضور الكريم المهتم بهذا الموضوع، لأن اللغة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم كل لسان بإنسان. يعني أن تتعلم لغتين أو ثلاث أنت ثلاث أشخاص. فما مش أنا للنقطة الرابعة اللي بدي أحكي فيها، تعلم اللغة العربية لا يلغي اللغات الأخرى ولا يجوز أن يلغيها. نحن لا نريد أن نصبح أمة مقوقعة ومسكرة ولا نتكلم إلا العربية، نتكلم العربية ونستعملها، ولكن أيضا نتكلم الصينية ونستعملها، ونتكلم لغات أخرى ونتفوق فيها. وأنا ذكرت في البداية أنني في امتحان الجامعة الأمريكية
الطلب الأمريكيين والإنجليزيين خضعوا لمادة اللغة الإنجليزية، وأنا اللاجئ الفلسطيني العربي أعفيت من مادة اللغة الإنجليزية لأنني كنت أدرس شكسبير وأنا في الهاي سكول للطلبة في المدارس. التفوق في اللغة العربية يجب أن يستمر ويجب أن يقترن بالتفوق في كل اللغات، لأننا أمة نريد أن نعود لأن نحكم العالم، وحتى نحكم العالم بدنا نعرف لغات العالم كله. أنا أكره الجملة، أكره من يقول نلحق بالرقب العالمي، لا، نحن أمة ستقود العالم كما قادته 500 سنة، 5 قرون، وهذه الأمة هي نفسها، جيناتها هي نفس جيناتنا الذين قادوا وصنعوا العلوم كلها والاختراعات كلها والمبادئ الفنون كلها. هذه الأمة التي قادت العالم يجب أن تقود، وكما يقول التاريخ وكما تفضل، التاريخ هو المستقبل، وكما كان دائما يقول الرئيس ديغول إن المستقبل يقرر التاريخ والجغرافيا، ونحن أمة عظيمة بالتاريخ وفي الجغرافيا، وإن شاء الله أجيالنا القادمة ستقود العالم، ولكن قيادة حضارية منصفة وليست كالقيادة الحالية الظالمة لهذا العالم. شكرا. طلبت مني الدكتورة بسمة أن يعني نكرم الدكتور طلال في هذه الشهادة، فأنا طبعا لا شك أنه هذا يشرفني أنه أكون مع الدكتور طلال أبو غزالة، وأنا شاهدت حلقتك في الفرنس المقابلة فرانس كام قبل الأسبوع الماضي، تحدث فيها عن حياته كلها، كانت مقابلة سرد فيها كل حياته حين كان طالبا بعد أن خرج من فلسطين، وإن شاء الله نعود لها، وذهب إلى لبنان، ثم بعد ذلك ماذا فعل، ثم عاد إلى الأردن ويقول أنا وطني الأردن. والله إن أنا قشعرت، بدني قشعر، صدقوني فأياني بدأ دم عيوني حين نجد قامة مثل الدكتور طلال يعترف بالفضل لأهله، وليتنا نعترف بالفضل لأهله كلنا. ولذلك هذه الشهادة من الأخت بسمة ومن المركز، فتفضلي. فأنا يعني أشكر الدكتور طلال بالرغم من الظروف الصعبة اللي فيها اليوم، الحمد لله على السلامة، لكن قرر أن يكون معنا. شكراً لك. زوجتك أمارة.